السلام عليكم. فرحان بزاف حيت جيتو معايا اليوم. شكرا للقناه الطنجاوي، شكرا لك خي ابراهيم، شكرا لهذا الحضور ديالكم. كانت اليوم معنا انطلاقه ديال ورشه تعليميه في المديح والسماع طرب اندلسي وكذلك طرب الاصيل. كنتمنى ان شاء الله من الله العلي القدير انه يلتحقوا بنا الناس المحبين لهذا الميدان ديال المديح والسماع، المحبين الموسيقى بصفه عامه. طبعا هذا الشيء راه كاين في طنجه طبيعه الحال، الناس طنجة مرحبا بكم، الناس اللي ماشي في طنجة وفي طنجة مرحبا بكم، اللي غادي يجي من برا طنجة مرحبا به. كيبقى ان شاء الله تيسير الله والتوفيق، ونتمنوا الخير ان شاء الله يا ربي. اليوم كان اول نهار كانت حصه مجانيه باش نستقطبوا اكبر عدد من الناس يجيو يديو واحد الفكره مبسطه على هاد الورشات كيفاش عتم. نعطيهم تحنايا نبدا عن الثمن، نبدا عن الاوقات اللي يكون فيها الحصص، الفئات العمريه. بالنسبه للعدد اللي حضر تبارك الله كان العدد كثر من اللي كنا توقعنا، وهذا الشيء فرحني بزاف. يمكن دخلوا انتم تجبر الناس واقفين. الحمد لله ربي اللي وفقنا لهذا الشيء هذا. كتبقى هي الخطوه الاولى هي اللي صعبه، والحمد لله حنا تيسرنا فيها، وكنتمناو الخير في الباقي ان شاء الله يا رب. يبقى الهدف طبيعه الحال هو اننا نعزوا الحب ديال المديح والسماع طبيعه الحال الطرب الاندلسي. كنتمنى ان نزيدوا نحببوا فيه الناس كثار، وخاصه في الشباب. طبعا الحضور ديالي اليوم مع المنشد الكبير مهدي الدهدوه ما هو الا دعم بسيط ومسانده للانطلاقه ديالو لهذا الورش اللي بداه اليوم واللي كانت الحصه الاولى، والحمد لله كان اقبال كبير. وهذا الشيء كيشجعنا اننا حنا نستمروا في هذه الاورش، وهذا الشيء كيفرحنا وكيخلينا اننا ما نخافوش على الموروث ديالنا، ونديروا اللي في جهدنا كامل باش اننا نحافظوا عليه وباش اننا نلقنوه للناس ولجميع الفئات العمريه وخصوصا الشباب والناشئه ديالنا. بالنسبة للورشة فهي فكرة اللي كانت غنطبقوها مش حال هذه، ولكن ما كانتش فرصة دابا طبقناها. والكورال هو الفكرة أن الناس يجيو يفرغوا ديك الطاقة السلبية اللي عندهم، ماشي أنهم يجيو يتعلموا قد ما أنهم يجيو ينشطوا ويجيو أنهم يغنيوا ويتعرفوا على الموسيقى العربية،
على الموسيقى المغربية المعاصرة، لأن الأغلبية كيسمعوا غير الموسيقى ديال هذا الوقت، ولكن الناس اللي قدامين حتى واحد ما بقى كيسمع لهم، ولا حتى إذا كان شي فرد باقي صغير كيسمع لهم ما كيخاف أنه يقول للناس أنني أنا كنسمع هذا النمط الموسيقي اللي هو التراث ديالنا، هي الأغنية المغربية ولا الأغنية العربية اللي هي الأصل. الورشة غتكون عبارة عن 4 حصص، يعني غتكون شهرية، يعني الشهر كيكون فيه 4 ديال الحصص. شنو في هاد الحصص هادو؟ كيجيو كيتعلموا شنو كيتعلموا؟ كيغنيو واحد البروغرام اللي هو غيكون بحال منهج، بحال دراسة، ولكن بنشاط، ماشي غنجيو أننا غنقراو، زائد تعلم المقامات، إضافة اللي غيكونوا هنايا ورشة ديال تعلم الآلات الموسيقية، غيكون فوكاليز، غيكون سولفيج، يعني هي أصلا هاد البلاصة سميتها دار الفنانين، وحنايا غنخليوها يعني تكون شاملة في الفن إن شاء الله. بالنسبة للسكينة طنجة كنقول لكم كاملين مرحبا بكم عندنا إن شاء الله، يعني احنا كنهتموا بالشباب لأننا تحنا شباب وعندنا الغيرة على الشباب، وكنتمنوا أنكم تكونوا حاضرين معنا وبقوة إن شاء الله يا ربي. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.